ليست النسبة دائما علاقة بين حدثين، وأصلا إذا كان هذا التعريف صحيح، النسبة قد تكون قيد، قد تكون إضافة، قد تكون نعت، إذا كان صحيح. النسبة تطلق على مجموعة من الأشياء، لفظ مشترك أصلا، أن تجد بأن علاقة بين حدثين. أوكي دعني أكمل. الآن دابا أنا أريد أن تتفقوا معي، هل الحركة ممكن أن تكون في الكم أم لا؟ ممكن أن تكون في الكم الحركة. مقولة الكم هو كم متصل وكم منفصل، الحركة تدخل في مقولة الكيف، هذا من الأبجدية. لا واش الحركة ممكن أن تكون في الكم أم لا؟ ما هو الكم؟ عرف الكم. هل تتحدث عن كم آخر لا نعرفه؟ ما لا أعرف إذا كان الكم الذي أنا سألتك سؤال، هل الحركة ممكن أن تكون في الكم أم لا؟ في منطقك، كيف في منطقك؟ هل عندك منطق خاص؟ لا، أنا سألتك من منطقك أنت، هل الحركة ممكن أن تكون في الكم أم لا؟ لا يا عزيزي لا، أقول لا، قلت لا. أوكي. لا أوكي. الحركة تدخل في مقولة الحركة في الكيف فقط، لا تدخل في الكم، ياك؟ نعم يا عزيزي، هل الأساتذة يتفقون معك؟ هل كل الأساتذة يتفقون؟ نعم. أوكي أنا سأوضح لك، الآن دخلت في إشكالية. الآن عندما نتحدث عن الحركة، الحركة نعم لها كيفيات، الحركة كحركة لديها كيفيات، لدينا الحركة في الكم ليس لها كيفيات، الحركة كيفية ليس لها كيفيات، لها كيفيات، لها كيفية، هنالك كيفيات للحركة، الحركة كيفية، هي كيف، هي لا، الحركة لها كيفيات، لها كيفيات. دعني أكمل ثم سأعطيك أمثلة. لا ما تكمل، أنت تنطلق من مقدمة لا نسلم لك بها أصلا، كيف تقول الحركة لها كيفيات؟ الحركة يعني لها أشكال من الحركة، هنالك أشكال، هي أشكال كيفية. الأشكال، هل العرض يقوم بالعرض؟ أكمل فقط وسأعطيك جواب، هل العرض يقوم بالعرض؟ هل العرض لا يقوم إلا بموضع. أوكي. لا وكيف تقول بأن الحركة لها شكل؟ ودعني أكمل لأول. لا تكمل. قلت بأن الحركة لها شكل، هل العرض يقوم بالعرض؟ نعم، هنالك ما يسمى بالحركة في الكم، وتعني انتقال الجسم من كمية إلى أخرى كالنمو. يا عزيزي هل العرض يقوم بالعرض؟ هل الحركة لها شكل؟ دعني أجيبك، أنت رفضت هذا الكلام، يعني أنك لم تدرس المنطق. دعني أكمل. صحيح، تفضل، العرض يقوم بالعرض، بيّن. ودعني أكمل لك لكي تفهم فكرتي، فقط لتفهمها. لدينا عندما نتحدث عن نعم، أنا أتفق معك أن الكيفيات الحركة هنالك لها كيفيات، إذا كنت تقصد، أو لها أنواع، ولكن هنالك حركة مرتبطة بالكم. ما هي هذه الحركة المرتبطة بالكم؟ هي انتقال الجسم من كمية إلى كمية أخرى. يعني عندما ينتقل الجسم من كمية إلى كمية فهذه حركة في الكم. أما الحركة في الكيف فهي انتقال الجسم من كيفية إلى كيفية، مع أن هذه بعض الفيزيائيين لا يتفقون عليها. الحركة في الكم، كيف حركة في الكم؟ لم أفهم هذه الكلمة. الحركة في الكم تعني انتقال الجسم من كمية إلى أخرى، كزيادتك في الوزن أو كزيادة، هذه حركة ولكن في الكم. أوكي، يمكن قياسها كمية. عندما تزداد يزداد وزنك، ماذا تسمي زيادة الوزن؟ هل هي حركة أم ليست حركة؟ حركة، هي حركة في الكم، يعني بسيطة، هذا يعني لا نحتاج على قولك. هذا الرصاصة، حاولت أن تربط الآن بين الكم وبين الكيف، هذا لا يجعل يا عزيزي على التسليم لك. أنت نفيتها الآن، هل تثبتها؟ أنت قلت لا، أنا قلت هل العرض يقوم بالعرض، أنت قلت الحركة في الكم. سألتك سابقا قلت لك هل الحركة تقوم في الكم؟ قلت لا، الحركة هي مرتبطة. أنت لا تفهم أصلا ما تقول، أنا أشرح لك المصيبة التي قلتها، قلت حركة في الكم، الحركة لم تقم في الكم، الحركة والكم قاما هنا بجسم الذي هو أنا الذي زدت في الوزن، الكم والكيف قاما بي، لم يقوما ببعضهما، لا يمكن أن تجد حركة تدور لوحدها ثم تزداد في الكم. يا عزيزي، ما أنت هنالك شيء غير جسمك. اسمع، وأنت قلت حركة في الكم، إن كنت تقصد بأن الحركة هي نفسها زاد وزنها، هذا هبل لا يقول بأحد، لكن أنا مررتها لك لأن قلت أنت زدت في الوزن. الحركة في الكم، نعم، هنالك حركة في الكم، حركة في الكيف، حركة في الأين، حركة في العرض، معروفة. الحركة قامت بي أنا، والكم قام بي أنا، كلاهما قام بي، لم يقم واحد منهما بنفسي في الآخر. هل تجد أنت حركة ضخمة؟ هل تجد عمرك سمعت حركة غليظة؟ حركة رقيقة؟
يعني تقوم يقوم كم قلت لي عرف لي الحركه في الكم عرفتوا هذا قلت لك شيخ امين دقيقه واضح يا شيخ امين يا شيخ امين هو لا يفرق بين العرض والجوهر والله لا يفرق جوهر اصلا حبيبي الكم هذه اعراض تقوم بالجوهر يا سيدي كيف مفهوم الجوهر ليس لدينا في المنطق الوضعي هو مجرد كلمه خاليه المنطق الوضعي زباله يا حبيبي من يتسوق للمنطق الوضعي اصلا من يقول لك بان نحن نتكلم من باراديغمات مخالفه من قال لك اصلا بأننا نقول منطق الوضعي هذا زباله اصلا من قال لك باننا نقول به انا عايز اقول حاجه انت عارف حضرتك لما تيجي تقول الاعراض يقوم بها الاعراض معناه لا فيش حاجه هتتحقق اصلا العرض ده يقوم بالعرض يا اخي لانها تسلسل لان كل عرض له كيفيه والكيفيه لها كيفيه والكيفيه لها كيفيه والكيفيه لها كيفيه انت فاهم اللي حضرتك بتقوله فاللي انت بتقوله فعلا لا يقال عليه الا كلام يعني مش عارف ليس في عقل اصلا فاحنا سميه كينونه بقى سميه كينونه لو انت عندك الكينونه بعيد عن الجوهر سميه جوهر سميه اي حاجه سميه انا سميه حاتم مش مهم بس عندما ياتي عليه الاعراض لا تقوم ببعضها يعني ليس لعنا مثلا المول هلاقي حركه ماشيه والحركه لونها ازرق مفيش حاجه اسمها كده اسمها شيء زرقان فاهم تمام يا استاذ هذه الفكره يا استاذ الكلام ده عيب وانا افهم كلامكم جيدا وقد اقول لكم ما تريدون قوله اوكي لكي نتفهم لا 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 هذا يلزمك لا 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 ماشي تدير لينا خاطرنا هذا يلزمك هل عادي داني اكمل ده انا لدي انا اتبع المنطق الوضعي لا لن نتفق لا المنطق الوضعي لا لم تتبع المنطق الوضعي تبع ماشي يعني تتبع المنطق داني اكمل تمام لكي نوضح الاشكال لنوضح الاشكال الذي بين ستكمل ما تقوله غير صحيح نحن بينا لك الآن بأن ما ذكرته عرض الكم عرض والكيف عرض والعرض لا يقوم بالعرض هذا هو ما وضحنا لديك مفهوم الجوهر الجوهر هو الموجود بذاته الذي لا يحتاج في وجوده إلى غيره وكذا أصلا هذا في خلاف هذا التعريف الذي ذكرته أصلا هو تعريف فريق واحد الجوهر يعني هو الذي يقوم بذاته هو الذي يقوم بذاته الفلاسفة لا يقولون بهذا التعريف أصلا هذا تعريف المتكلمين يا عزيز أكمل لا تدخل نفسك أصلا في هذه المتاهات لا حاجة لك فيها دعني أكمل أوكي النفس هذه النفس كيف هل هي جوهر أم ليست جوهر النفس جوهر أم ليست جوهر اسمعني جاوبني النفس جوهر أم ليست جوهر اسمعني النفس عندما نتحدث عن النفس نحن نتحدث عن النفس المتجسدة التي نرصدها اسمعني يا عزيزي النفس جوهر أم ليست جوهر لا ليست جوهر عندي أنا مفهوم الجوهر لو سمعك اسمعني. لو سمعك الفلاسفه الان يسمعك الفارابي ولكن اذا سمعني ماريو بونجي سوف يصفق لي عادي جدا اذا عندما تعرف بين لنا هذا التعريف ينتمي لمن عادي ابن سينا قد يغضب ولكن ماريو بونجي قد لا ليست مساله غضب المساله انك عندما تتحدث عن شيء يجب ان تستوعبه انت التعريف الذي اعطيته اصلا هو محل خلاف للجوهر لا قد لا أسلم لك أنا به أصلا لكن الفكرة نحن عندنا ليست في تعريف الجوهر الآن أنا أقول لك أنت قلت بأن كيفا يقوم بكم وضربت مثالا بذلك على التضخم زيادة في الوزن أنا قلت لك هنا بأن العرضين معا قاما بي أنا ولم يقم أحدهما بآخر الحركة نفسها لم تزدد في الوزن لا يمكن أن تجد حركة غليظة حركة ضخمة حركة رقيقة فهمت الفكرة ولا الكم حدث فيه تغير وزيادة وهذه نسميها الحركة في الكم يعني الكم يمكن أن يقوم به عرض آخر صحيح هذا هو كلامك في زيادة نعم زيادة ونقصان أحسن السلام عليكم يا إخوان أنا أكتفي هنا يعني ممكن تكون عندنا حركة شوف يا أستاذ شريف ممكن تكون عندنا حركة زرقاء شوف أستاذ شريف تخيل معي حركة زرقاء مش مصدق والله العظيم والله بجد والله مش مصدق زرقاء تلك حركة في الكيف تلك حركة في الألوان أنت رائع يا أستاذ فيلو أنت جميل جدا على فكرة بجد والله رائع سعيد جدا بحوار معاك شكرا جزيلا يا أستاذ فيلو شكرا. أنا أيضا أشكرك شكرا لك شرفتنا يا أستاذ فيلو حياك الله عندنا غرفة بعد قليل حياك الله يا أستاذ فيلو الشيخ عمران يقول معتذر يبيها بكرة فما رأيك لا الشيخ عمران غدا راح تكون في سلسلة ثانية أصلا مع الشيخ عمران والشيخ بكر اليوم معنا الدكتور شريف والأستاذ الشيخ أمين